عم تدور على بيت، بيت واسع، بيت مريح، بيت بإطلالة، بيت للسكن أو للاستثمار. كل هاي المواصفات اللي عم تبحث عنها ضمن مشروعنا مودرن سبارتا. هي شقة العرض 3 وصالة، الصالة واسعة والسقف مرتفع. وفي غرفتين بمساحة واسعة، ممكن تكون للأطفال أو للراشدين. هي غرفة الماستر روم مجهزة بغرفة ملابس وحمام خاص. المطبخ مخدم بكافة التجهيزات الكهربائية ما عدا البراد والميكروويف. ٤٦٢ شقة سكنية، كل شقة لها بلكون 70% من إطلالة المجمع على بحيرة كشكشكمجة. أنماط الشقق من غرفة وصالة حتى أربعة وصالة عم تتوزع على أربع بلوكات، ارتفاعها بين 12 ل 20 طابق. مساحة الأرض 20,000 متر مربع، 16,000 منها مساحات خضراء. مع وجود المساحات الخضراء الداخلية عم يكون في عنا أيضا حمام تركي، ساونا، نادي رياضي ومسبح مغلق، وبالتالي الرفاهية لقاطني هذا المشروع. بالختام أكيد ما رح ننسى أنه من أهم ميزات مشروعنا بعده عن طريق التم السريع 1 كيلومتر، وأيضا خط نظر عن البحيرة 1 كيلومتر، وبالتالي قريب جدا من قناة اسطنبول المائية. المنطقة استثمارية، المشروع مثل ما ظاهر طور الإنشاء، موعد التسليم ب 2024، وبالتالي الأسعار اليوم منافسة. الطابو جاهز، مناسب للجنسية التركية. إذا حابين تعرفوا مزيد من المعلومات أو التفاصيل تواصلوا معنا في امتلاك العقارية. إلى اللقاء.